وناس كتير الحقيقة بتسأل وناس كتير بتتكلم، وزي ما انتم عارفين الدولة بتتابع طول الوقت كل ما يجري بشأن هذا القرار. قرار جديد لوزارة التموين بيتضمن ايه؟ التزام الشركات التي تتولى تعبئة الرز الحر على غير المربوط على البطاقات. احنا عارفين انه البطاقات التموينية بيكون عليها الناس بتحصل على يعني حصتهم من الرز، لكن القرار ده بيبقى مربوط على الرز الحر اللي هو بيتباع في الأسواق، ويبقى لازم يكون مكتوب عليه الآتي: تدون وبخط واضح على العبوات المعدة للبيع بيانات جهة التعبئة، يعني يكون محطوط اتعبى يعني التعبئة كانت فين، سعر البيع، الوزن الصافي، كل هذه البيانات تدون، وعليها كمان منشأ البلد طبعا من أي بلد يعني كانت التعبئة، منشأ الرز. الحقيقة ده مهم جدا ليه؟ علشان أيضا حظر أي شيء يكون فيه تلاعب. حذرت كمان وزارة التموين على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعد للبيع للمستهلك إلا بعد، يعني مش ممكن أبدا يعرضوه إلا بعد استيفاء تلك البيانات اللي قلتها لحضراتكم. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل ونشوف إيه اللي ممكن يحصل والنتائج على هذا الموضوع. معانا على التليفون الأستاذ رجب شحاتة، رئيس شعبة صناعة الأرز باتحاد الصناعات. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدينك. يعني حضرتك قولي كده، يعني هذه البيانات الجديدة من وزارة التموين أو القرارات الخاصة بالرز الحر. هي القرارات الجديدة، وإحنا طبيعي بندون على العبوات اللي هي الواحد كيلو والخمسة كيلو، بندون عليها أولا المصنع اللي عبى الرز أو شركة التعبئة، رقم واحد. رقم اثنين حضرتك تاريخ الصلاحية، وده مهم جدا، تاريخ الانتاج والانتهاء، ثم بعد كده السعر بتاعه للمستهلك، وده أساسي عندنا، لأن كان طلع قرار من حوالي 3 سنين أو 4 سنين، حتى كانت وزارة التموين عطت مهلة للسوبر ماركت إن ما تحطش أي شيء على الرز الا وهو مدون عليه السعر. تمام. وكانوا خدوا فرصه 6 اشهر لتقديم الاوضاع، والحمد لله شغالين على كده. هو زاد على قرار طلع من وزاره التموين اخيرا ان نحط نوع الرز، لو مستورد نحط ارز مستورد. تلا بعد ذلك حضرتك ان كل شركه شغاله في الرز او كل مضرب كل اسبوع بتقدم تقرير لمديريات التموين اذا كانت في المحافظه او في المراكز، بتقدم لمكاتب التابعه لمديريات التموين على مستوى المحافظات، بتقدم لهم تقرير بكميات الارز التي اشتريت خلال الاسبوع والكميات اللي اتصنعت والكميات اللي اتباعت والسعر اللي اتباع واتباع لمين. طيب. حتى يتم متابعة هذا المنتج لحد ما يوصل. أكيد للمتابعة. ما هو طبعا البيانات هتخلي إن إحنا نتابع البلد المنشأ إيه والتعبئة تمت فين والوزن وكل الأشياء دي مهمة. ولكن خليني يعني أسألك بصفة حضرتك وجودك كرئيس شعبة صناعة الرز باتحاد الصناعات، كلمني عن سعر الرز وتوفر الرز في السوق. حضرتك إحنا قلنا كتير إن الرز عندنا الحمد لله متوافر وان انتاجنا يكفي، حتى الحصول الاقتصادي بعد الظروف اللي كانت صعبه، فده خلى المنتج او المزارع يحجب البيع عن المضارب. قلنا لهم مره واثنين فيعني الناس لم تستجيب، واضطرينا ان احنا لسه مش كتيره، ولكن عن تمام. يعني حضرتك يعني سمعنا كويس، علشان بس حضرتك تكون موجود في مكان نقدر نكمل الحوار مع حضرتك. سؤالي برضو انا عايز اعرف، هل وجود بقى يعني هذه القرارات من وزارة التموين ووجود استيفاء البيانات على الكيس او العبوة الخاصة بالرز هيعمل نوع من انواع انضباط في السوق؟
طيب هنعاود الاتصال بحضرتك استاذ رجب شحاته رئيس شعبه صناعه الرز باتحاد الصناعات. طبعا زي ما حضراتكم عرفتم بانه وجود طبعا وزاره التموين بهذه البيانات واستيفاء الشروط بالنسبه لتجار الجمله او نصف الجمله، اعتقد ده هيعمل انضباط كبير في السوق.